السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا خلطة الأحشاب للقارون. هذه يا جماعة الخلطة واحدة مسويتها من بناتنا وخواتنا الكويتيات. ما في أطيب من الطب الشعبي. الطب الحديث لابد منه، ولكن لها أساسياته ولها إيجابياته ولها سلبياته، لكن الطب الشعبي على قولتهم واحدة بواحدة. هذا طال عمركم اللي يشتكي من القولون وألام القولون ومشاكل القولون، وحتى اللي ما في قولون شلون طريقته؟ تحط بالقوري زين، وتحط عليه قطعتين من الليمون ونعناع فريش، نعناع طازج، وتحط نص ملعقة زنجبيل، وهذه ملعقة واحدة. تخليها بالقوري على ما تغلي عدل، تطبخ عدل وتخليه يركد مدة ربع ساعة، وهني تحطها بالقلاص. هذا طريقة طال عمركم أسبوع كامل، الصبح والليل، الصبح والليل مدة أسبوع كامل، وبعد الأسبوع أسبوع واحد فقط، تحط باليوم مرة واحدة، وتكمل مرة واحدة نهاية أسبوع إن شاء الله ينظف جميع ومشاكل القولون. وهذه طال عمركم سحبة واحدة. عسى الله يشفيكم ويخفف عنكم ويشفي جميعا.